البلد اللي هكلمكم عنها دلوقتي اللي هي بلد ريفولوشن من البلاشر بتاع بلد ريفولوشن. انا جربت معاه دهولكو على ايدي، رحت غسلت ايدي بالصابونه كذا مره عشان يطلع منها، فده دليل على انها بلد كويسه جدا والبيجمنت بتاعها كويس، يعني الثبات بتاعها كويس، بتثبت على عينك اللون، بتقعدي بيه كتير ما بيروحش منها. دلوقتي بقى هفتح معاكم البالت بتاعت البلاشر دي. تمنها كنت جايباها ب 350 جنيه. طبعا انت لو رحتي جبتي بلاشر عادي مش براند ولا اي حاجة، بتبقى الواحدة ب 50 جنيه، وطبعا بتبقى لون واحد وما بتبقاش كويسة، ما بتديش لمسة كويسة، ان هو بيبقى لون كده فاقع، عامل زي ما تكوني حاطة يعني بتبقى وحش، بيبقى اللون فاقع قوي في الخدود لان هو الماتيريال بتاعها مش كويس، وفي نفس الوقت بتبقى لون واحد وسعرها الواحدة 50 جنيه، فدي سعرها 350 جنيه. وهفتح دي كده يا بنات، بعد لما بتفتحوها من الكرتونة بتاعتها، ده بيبقى شكلها وده شكلها من ورا علشان تتأكدوا ان هي اوريجينال. تمام، هفتحها معاكم دلوقتي ونشوف الالوان مع بعض. هي اهي من جوه، تمام، ده شكلها من جوه، هي فيها مراية طبعا، وده شكلها من جوه. هي فيها 8 الوان، فيها ال8 الوان دول، في اللونين دول مدين على كشمير شوية، واللونين دول على بينك غامق، ودول على بينك فاتح، وده مدي شوية على اورنج كده بس. ف وفي لونين دول بقى عاملين زي دول، بيدوكي زي هايلايت كده، مدي على روز فاتح وعلى موف، حلوين قوي. هو يعني الستة دول مط، وده زي شوجر كده، عاملة زي هي بيسموها الوان شوجر، اللي هي بلاشر شوجر، بيبقى عامل زي بيديكي نفس الافكت بتاع الهايلايت. هجرب معاكم الالوان وهنشوفها. طبعا انا دلوقتي جربت على ايدي علشان طبعا وقت الفيديو، دي الالوان تمام اللي في البالت، وانا جربتها على ايدي علشان تشوفوا الدرجات اهي. 8 الوان، اللونين اللي هما في الاول خالص، في اول ايدي خالص، دول اللي هما الشوجر اللي بيدي الافكت بتاع الهايلايت، ودي بقية الالوان اللي هو اهي الدرجات، يعني كده واضحه لكم. في الوان بينك غامق، وفي بينك فاتح، وفي مدي على اورنج شويه، وفي اللي هو مدي على كشميري ده، واللونين اللي هما في الاول خالص دول اللي هما الشوجر او اللي بيدوكي الافكت بتاع الهايلايت. دي كان ريفيو بتاع البالت، هي سعرها 350، حلوة جدا وتعيش معاكي كتير، وفيها اغلب الالوان اللي هتستخدميها على لبسك، وحلوة قوي ان انت تشتريها. لو بتفكري تشتري بلاشر، هاتي البلاشر بتاع ريفولوشن، ممتاز وحلو جدا وسعرها حلو، ومن البلاشرات الكويسة اللي انا جربتها وهتعجبكم جدا. اشوفكم على خير، باي باي.